السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من الآخر الخلاصة. موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الرجاء الرياضي البيضاوي المغربي في عودة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. متابعين الكرام، المباراة يكون معدا بإذن الله تعالى اليوم الأربعاء 4/11/2020. المباراة معدا الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، معدا الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب، والساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة. بالنسبة للتوقيتات الأخرى ركز معايا، احنا قلنا 9 مساء بتوقيت مصر، في نفس التوقيت ده هو توقيت سوريا ولبنان والأردن وفلسطين والسودان. الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب، ومعاها تونس والجزائر. ليبيا مع مصر في نفس التوقيت الساعة 9 مساء. والمباراة أيضا ميعادها زي ما قلنا الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ومعاها السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وجزر القمر والصومال. المباراة معادها الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، ومعادها الساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناة الناقلة قناة بين سبورتس اتش دي 7 أو 7، معلق المباراة ورؤوف خليف. كذلك قناة بين سبورتس 3 الفرنسية وبين بين سبورتس كونكت. كذلك المباراة ستذاع على قناة أون تايم سبورت الأرضية. الملعب هو ملعب برج العرب. نراكم فيديو آخر، أو عذرا، ملعب برج العرب، لا مش برج العرب، أنا آسف، هو ملعب استاد القاهرة الدولي. نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى. كان معكم محمد نور الدين من قناة من الآخر وخلاصة. اشترك في القناة وضغط على الزر الأحمر، أسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك أو سبسكرايب، أملك الفيديو، فعل زر الجرس ليصلك كل جديد. نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.